بلقيس. بلقيس مطربة لها شعبية جارفة ملفتة، تعتبر ظاهرة في حد ذاتها، مش بس في منطقتها في الخليج العربي اللي هي جاية منه، إنما شعبيتها وصلت وأغانيها المغرب، لبنان، السودان، بلدان أخرى. ليه بلقيس شكلت ظاهرة تحديدا مع جيل الشباب في أكتر من بلد عربي خارج حدود الخليج العربي اللي هي جاية منه؟ لأنه صوتها حلو بالتأكيد، اختياراتها للأغاني أغاني عصرية بامتياز، ألحان وأفكار وكليبات حديثة. في أسباب كتيرة جدا تخلي بلقيس اسم مهم في حسابات الأغاني الحديثة في العالم العربي. مؤخرا بلقيس غنت في دار الأوبرا المصرية في حفل ناجح، وأطلقت أول أغنية بالمصري تقدمها لجمهور اشتاقت له، أحبته، عاشت فيه في بلده لسنوات. بلقيس تشكيلة رائعة من الغناء والحضور في حلقتنا النهاردة. بلقيس اهلا بيكي بلقيس، ربنا يخليكي، مساء سعداء بوجودك. الله يسلمك، انا اسعد، ومساء الخير عليكم جميعا، وشكرا على الحفاوه الحلوه دي. سعيده بوجودك جدا يا بلقيس، سعيده بنجاحاتك. الله يخليك. واتابعها من سنين، بس هل كنت تتخيلي من 10 سنين تقريبا انك تبقي في حالة الانتشار والنجومية وتصدر المنصات الرقمية زي ما هو حاصل دلوقتي؟ كنت بطمح، يعني كنت اطمح كتير يعني لده، بس كنت بشوفه يعني متخيله، بس ما كنتش مش عارف، انا حاسه ان انا دلوقتي على ارض الواقع، كل اللي كان ده كان خيال. يعني انت من 10 سنين كنت شايفه ان انت هتوصلي لحاجة كده؟ كنت دايما حطها في دماغي، دي حاجة من الأهداف يعني كنت حطها من 10 سنين، بس لسه عارفة يعني النهاردة برضو أنا بتخيل، أنا على أرض الواقع بشكل معين يعني، بس بتخيل برضو أنا شايفة حاجات أكتر. بلقيس يمكن دي تكون إطلالتها الأولى من خلال برنامج جماهيري مصري بعد سنوات من النجاحات في كتير من الأقطار العربية وحفلات كبيرة، بس عمرك ما قابلت المصريين 1-1 يعني. صح. دي لقطة. لا بصي، يعني اولا انا بنت البلد دي يعني، وانا عشت فيها شويه كتار يعني، عشت في مصر، ووالدي عايش بقاله اكتر من 40 سنه في مصر، القاهره، في القاهره تحديدا، فانا كنت دايما حاسه ان انا يعني انتمي الى هذا المجتمع بشكل او باخر، بس ما كانش عندي الجرأة ان انا اعمل حاجة مصرية صراحة. وكنت دايما بتسأل هو انت بتأخرتي ليه؟ يعني انت غنيتي مغربي ولبناني وخليجي، بس اشمعنى مصري ما غنيتهوش؟ فهماني؟ فقعدت كده قلت بصي يا بلقيس، رستكيها عشان دول 100 مليون. يعني الجمهور المصري برضو سميع ومتذوق وفنان، كانت في ناس تحضر لي في حفلات الأوبرا، في مهرجان الموسيقى العربية اللي حصلت في 2015، عملت مثلا 3 حفلات في الأوبرا كانوا كلهم فل، فالجمهور المصري عاشق للجديد وحابب يسمع، يعني في قابلية من الجمهور ان هو يسمع الناس المصريين والعرب كمان. يعني كنت متحسبة للخطوة دي يعني جدا. جدا ما كنتش عايزة اخش كده يعني بلبط بالمية ما بقاش مركزة انا اعمل ايه. طيب بلقيس لما تعمل مقابلة مع خليجيين تتكلم خليجي عادي؟ صح. ده حتى لهجتها بتختلف، يعني لو مقابله في الكويت بتتكلم لهجه الكويت، ده عامل لي مشاكل، ده عشان تبقى عارفه كتير. سوري، لبناني، في مصر على طول، انا قلت هتاخد وقت عشان تقلب مصري، بس على طول السيستم بيتغير. ده يعني في ناس انتقدت هذا، وفي ناس قالت ازاي انت مش متمسكه بلهجه معينه. طب انا ده مش مقصود يعني، انا مش بقصده، بس احنا بصي، انا اتولدت وتربيت وعشت وامتلك ايضا الجنسيه الاماراتيه، فاحنا في الامارات، انت جيتي الامارات كتير، احنا مجتمع خليط من الثقافات بشكل غريب يعني، وكله متعايش ومتسامح بشكل سلمي،
فانا لما كنت في المدرسه كان في معايا زملات مصريين، كان في من فلسطين، لبنان، سوريا، المدرسين الاردن، كمان من كل العراق، السعوديه، اليمن، الامارات. فما اعرفش انا كانت عندي ملكه ان انا امسك اللهجات بالطريقه دي. طب الناس بتقول طب الهويه، طب مالها الهويه العربيه؟ فهمتيني؟ ولماذا لا نكون نحن جامعي الدول العربيه؟ ليه لا؟ يعني دي برضو رساله. هو السؤال، انت في البيت بتتكلمي ايه؟ حسب يعني مع ماما بتتكلمي؟ انا مع اخواني واخواتي احنا بنتكلم اللهجه الاماراتيه اكثر. تمام. بس مع بابا وماما اكثر اللهجه اليمنيه، اللي هي اليمنيه البيضاء، عشان برضو لما باجي بتكلم باللهجه اليمنيه، بص اليمن عندنا برضو بلد حضارات وثقافات مختلفه. طبعاً. فتلاقي اهل الشمال بيقول لك لا ده مش كلامنا، اهل الجنوب بيقول لك لا ده مش كلامنا. فبقيت انا بقول لهم يا جماعه اللهجه اليمنيه البيضاء، يعني بتكلمها مع والدي ومع والدتي. يعني مع الاب والام بتتكلمي باللهجه اليمنيه؟ ايوه نعم. مع الاقارب والاصدقاء؟ مع اخواني واخواتي بالاماراتيه. بالاماراتي نعم. اي دوله عربيه مع فليب على طول. ما اعرفش ما حدش سالني. انا كده عندي انفصام، ما اعرفش هو ايه. تعود يمكن تعود.